بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا بناخد ماتش بماتشو، طبعا مبسوطين ان احنا كسبنا النهارده وان كسبنا بنتيجه كبيره. الماتش اللي فات كان بامكاننا برده ان احنا نكسب نفس السكور، بس احنا ضيعنا كتير، فالحمد لله على المكسب، وان شاء الله اللي جاي احسن باذن الله. شاهدت منتخب تونس اللي بدا هزيمه مع سوريا، تعتقد تتقلص من حظوظه في المراهنه على اللقب؟ لا، منتخب تونس منتخب طبعا كبير، بتمنى لهم التوفيق وبتمنى التوفيق لمعلول. زميلك معلول مصاب، كلمه ليه؟ ان شاء الله لول ترجع بسلامه، ومنتظرينك ان شاء الله يا حبيبي باذن الله. السوليه فقط، منتخب مصر اليوم قدم نفسه مراهن جدي على اللقب. الحمد لله، طبعا عملنا ماتش كويس، اللعبه كلها عملت اللي عليها واكتر، الروح من اول دقيقه لاخر دقيقه، جبنا اكتر من جون. الماتش اللي فات ما كانش فيه توفيق ان احنا نسجل اكتر من جون، الحمد لله ربنا كرمنا النهارده عملنا ماتش كبير، ان شاء الله نستعد لماتش الجزائر. زميلك في الاهلي علي معلول مصاب لحد امتى، ما كانش مشارك في البطوله، كلمه ليه؟ لا، اقول له الف سلامه طبعا، وعلي يعني اخويا واكتر من اخويا، اتمنى له ان هو يرجع بسرعه ويرجع احسن من الاول ان شاء الله. شاهدت منتخب تونس امس قيد هزيمه قاسيه، تعتقد تقلص من حظوظه في الفوز باللقب؟ عندهم مباراه الماتش اللي جاي ان شاء الله يقدروا يعوضوا ويقدروا يصعدوا. طيب الشناوي، منتخب مصر اليوم قدم نفسه كمراهن جدي على اللقب بعد خماسيه السودان. اكيد طبعا النهارده كانت مباراه بالنسبه لنا كنا لازم ناخد 3 بونت، والحمد لله خدنا 3 بونت، كنا نازلين مركزين والفرقه كلها كانت نازله مركزه زي الماتش الاولاني ونفس الروح الماتش الاولاني، والنهارده كان معانا توفيق وربنا يكرمنا الفتره الجايه ان شاء الله. زميلك في الاهلي علي معلول، يعني منتخب تونس مصاب، هل تحدثتوا مع بعض؟ ما اعرفش طمنك ولا لا في كواليس؟ لا اكيد اكلمه طبعا واطمن عليه طبعا، انا ما اعرفش ان هو مصاب، انا لسه عارف من حضرتك دلوقتي، لا اكلمه طبعا واطمن عليه، وان شاء الله ربنا يكرمه الماتش الجاي ويصعده ان شاء الله. ومعلول طبعا من اللعيبه الكبيره جدا عندنا في النادي الاهلي، من الناس الاساسيه عندنا، من الحاجات يعني من الادوات المفاتيح اللي عندنا في الملعب في النادي الاهلي. طبعا يا رب يرجع بالسلامه وان شاء الله تكون خفيفه، وشعب تونس كله طبعا مسلم عليه كله. يعني هزيمه تونس يوم امس مفاجاه، تخرجوا من دائره المراهنين على اللقب؟ اكيد طبعا مفاجاه، بس هم طبعا منتخب تونس طبعا يعني ان شاء الله ربنا يكرمهم الفتره الجايه الماتش الجاي، يعني انا عارف ان هم فرقه قويه ويكرمهم ان شاء الله الماتش الجاي ويصعدوا ان شاء الله. منتخب مصر اليوم قدم نفسه كمراهن جدي على اللقب؟ طبعا الحمد لله، يعني قدمنا النهارده مباراه جيده الحمد لله، اللعيبه كنا بنستمتع النهارده باللعب الحمد لله، قدرنا ناخد 3 بونت المهمين، ان شاء الله نفكر في الماتش اللي جاي، ودايما احنا بنفكر في الثلاثه بونت، وعشان تفكيرنا كله في ان احنا نصعد اول مجموعه ان شاء الله. زميلك في الاهلي علي معلول مصاب حاليا، ما تمكنش من الدخول في البطوله، ما اعرفش تحدثت معاه ولا كويس ولا حاجه؟ لا، هو الحمد لله بخير، تحدثنا معاه لعيبه الاهلي كلنا بنتكلم مع بعض، هو الحمد لله بخير، حالته مطمنه الحمد لله، ان شاء الله يبقى موجود قريب مع المنتخب تونس ان شاء الله. تعتقد هزيمه تونس يوم امس مع سوريا تقلص من حظوظه في الفوز باللقب؟ لا ما اعتقدش، منتخب تونس منتخب كبير، لسه حظوظه موجوده في المجموعه في المباراه القادمه ان شاء الله.